الرئيس الامريكي في كلمته او في خطته اتكلم على اعمار غزه. الامم المتحده طلعت تقرير من اسبوعين ثلاثه قالت اعمار غزه اولا رفع الانقاض ده هياخد من 10 ل 12 سنه رفع الانقاض، ثم عمليه الاعمار دي هتوصل ممكن معانا 30 40 سنه. يعني ايه اعاده اعمار غزه ومين اللي هيعمر غزه؟ من وجهه النظر الامريكيه في الطرح اللي تقدم به الرئيس بايدن يوم الجمعه الماضيه تحدث عن التعاون مع شركاء، وان الولايات المتحده الامريكيه تشارك في اعاده الاعمار، طبعا بدون الدخول في تفاصيل يعني المشاركه الامريكيه، ما هل باموال هل بشركات، لكن طبعا ال مسألة يعني دي نقطة في غاية الأهمية، إعادة إعمار غزة. وإعادة إعمار غزة حضرتك عندما نتناولها يجب أن نتناولها في إطار سياسي، بمعنى من هي الجهة الفلسطينية أو من هي الجهة التي ستشرف على إعادة الإعمار. إعادة الإعمار طبعا حضرتك كما حضرتك تعلم وحضرتك أشرت دلوقتي أن تقريبا 70% من المباني في قطاع غزة تم تسويته بالأرض، وده عن قصد. وأنا لا أعتقد حضرتك أن الإسرائيليين هيسمحوا بإعادة إعمار غزة لتعود كما كانت قبل 7 أكتوبر، لأن في جهات داخل إسرائيل عندها مطامع في قطاع غزة. البعض منهم بيتحدث بالعلن، لكن نتنياهو لا يتكلم في هذا الموضوع إطلاقا، ممكن ربما لأنه مش عايز يكشف كل أوراقه أمام الإدارة الأمريكية أو أمام العالم العربي. لكن أنا أتصور أن في مشاريع إسرائيلية مستقبلية بالنسبة لقطاع، يعني لن يتم إعادة إعمار غزة مش بالصورة اللي احنا اللي امريكا بتروج لها، سواء اللي قال لك هنعمل مستشفيات هنبنيها والمدارس هنبنيها، قال كده جو بايدن قال كده. لا هو طبعا ما دخلش في التفاصيل ده استاذ احمد، لكن انا اشك ان اعادة الاعمار اللي احنا في خيالنا نعم هتتم بالصورة اللي احنا نتمناها. لانه أما حاجة تنظر إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إحنا ممكن ننظر إليها من زاوية إن ده رد على 7 أكتوبر، وده هيكون لحد ما فعلا رد على 7 أكتوبر. لكن أنا حضرتك الخطة اللي إسرائيل طبقتها في الرد على 7 أكتوبر دي خطة موضوعة، من عام 1997، وهيئة الأركان الإسرائيلية أيام بيريز شمون بيريز لا كان نتنياهو كان لسه ما مضاش عليه سنة، هو انتخب أول مرة في 29 مايو 96. هذه الخطة أعلنت في يونيو 97، والخطة دي بتشمل قطاع غزة وبتشمل الضفة الغربية. بتقول ايه؟ اللي هو في حالة قيام اي مقاومة شديدة فلسطينية، ايه المهام اللي هتوكل للجيش الاسرائيلي يقوم بها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية؟ اللي بيعمله الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة بعد 7 اكتوبر هو تنفيذ حرفي لما ورد في هذه الخطة 97، خطة يونيو 97 كان بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عنها اضطر هيئة الأركان الجيش الإسرائيلي إن هي بقى تقول أيوة إن في إحنا بنتدرب على خطة في حالة قيام انتفاضة في الضفة الغربية أو في قطاع غزة هنعمل الجيش هيعمل إيه. تمام؟ فأنا أتصور إحنا أمام مسألة، إحنا أمام خطة إسرائيلية صهيونية لتصفية القضية
الفلسطينيين كانت هتتم بغض النظر في 7 اكتوبر وما فيش الخطه يعني في 7 وما فيش هيعملوا ده الخطه موجوده واللي وهو اللي بيتنفذ امامنا اللي بتعمله قوات الاحتلال او جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزه هو تطبيق حرفي لهذه الخطة.